السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، عواشر مبروكة مشاهدينا الكرام، عرض جديد إن شاء الله. اليوم الإخوان كنتواجدوا منطقة كتسمى تيزارين، قريبة المركز الهري بكيلومتر ونصف، وقريبة لمدينة خنيفرة الإخوان ب 14 كيلومتر. مشاهدينا الكرام، منطقة كتسمى تزارين في طريق مزقوشن. العرض ديالنا الإخوان فيه 5 هكتار مسطحة تربة الرست محفظة تيترفونسي، 5 هكتار و 8120 متر، 5 هكتار و 8120. وشادة الإخوان على القدرون وفيها دو فصاد. الإخوان غندو إن شاء الله لا فصاد الإخوان، الحد ديال البلاد هو هذا، يعني هذا الشيء الإخوان اللي باين فيه التبن، الحد ديال البلاد الإخوان هو هذا، ولا فصاد هي عندي جاية من هنا جاية من هنا. والمساحة ديالنا الإخوان هي هذه، 5 هكتار و 8120 متر، تيتر فونسي الإخوان، هي غادية من هنا حتى للمدرسة، وفيها دو فصاد الإخوان، لا فصاد من هنا الأولى والثانية غادية من هنا. يعني الإخوان المساحة ديالنا هي هذه، 5 هكتار و 8120 متر، محفظة تيتر فونسي بمدينة خنيفرة. دابا الإخوان بينكم الطريق، غادي ندخلوا إن شاء الله باش ندخلوا للبلاد ان شاء الله، ونعطيو المعلومات الكافيه بالنسبه للاخوان التربه ديالها. التربه تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، تربه ديال الرست نقيه ما فيهاش الحجر، هي هذه الاخوان. مشاهدينا الكرام، هذه مدرسه يعني خارجه على الحد، يعني مدرسه الحد ديال البلاد الاخوان هو هذا، غاديه هذه طريق كودرون غاديه، والمساحه ديالنا هي هذه. الخط الثانيه الاخوان جايه من هنا، من هنا غادية غادية من هنا غادية من هنا غادية من هنا حتى لحد لهيه. دابا الإخوان غادي ندخلوا للأرض إن شاء الله. الأرض ديالنا هي هادي، 5 هكتار و 8120 متر، محفظة مسطحة تربة الرست تيتر فونسي الإخوان. والمنطقة الإخوان معروفة بالماء ما شاء الله، طريق من الهري عبر جنان الناس. وكيما شفتوا الإخوان، كيما شفتوا الإخوان الناس بداو تيقلبوا الأرض ما شاء الله، تربة الرست كحلة، هادو الجيران، الأرض ديال الجيران، ونفس التربة الإخوان هي اللي كاينة. كما قلت لكم الإخوان، لا فصاد جاية من هنا من هنا، غادي يعني الطريق على القدرون الإخوان. ومركز الهري مشاهدينا الكرام جا هنا، كيلومتر ونصف، والطريق رقم 8 الوطنية هي هادي، غادي لخنيفرة 14 كيلومتر، وغادي لبني ملال من هنا. الإخوان غادي ندخلو شوية للأرض، العرض ديالنا هو هذا. دابا انا جيت في الوسط مشاهدينا الكرام، الماء ديال لونيبا الاخوان كاين دايز، بالنسبه للروكار الاخوان هو هذا، هذا هو الروكار الاخوان، الماء ديال لونيبا راه تيبان. وبالنسبه للكهرباء الاخوان كاين، والجيران كاينين ما شاء الله، يعني ماشي بلاصه في الخلاء اولا شي حاجه، هانتوما الاخوان الجيران راه كاينين. وهذا هو العرض ديالنا الاخوان، تيتر فونسي. وبالنسبة للطريقة الإخوان هي هذه، الطريق كتدوز الناس، هي هذه الإخوان محفظة معروضة للبيع. التربة ديالها الإخوان ما شاء الله، اللهم بارك، هذه هي التربة ديالها، أرض نقية من الحجر الإخوان. وهاد البلاصة بالضبط يعني كاين شوية الثمن نظرا الإخوان للتربة، ونظرا للمساحة ديال الأرض والموقع، وشادة على القدرون، وقريبة لمدينة خنيفرة، وفي نفس الوقت الإخوان جات حدا مناظر طبيعية، هادشي هو اللي كاين. ثمن الإخوان غادي نديروه إن شاء الله في العنوان كما العادة، هي هذه الإخوان، 5 هكتار شادة على الكودرون، قريبة لمدينة خنيفرة ب 14 كيلومتر، وقريبة لمركز الهري الإخوان بكيلومتر ونصف، محفظة تيتر دو كاين. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، لا فصاد الأولى كما قلت لكم، هذه طريق كودرون، هذه مدرسة، ولا فصاد الثانية الإخوان شادة من هنا، يعني هذه هي المساحة ديالنا، فيها دو فصاد، وغادية الإخوان غادية 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 حتى للحد ديال الزيتون، وغادية مع الزيتون، هذا ديال الجيران، وغادية مع الزيتون الإخوان طوالة. وبالنسبة للجيران الإخوان كما شفتوا، يعني منطقة الإخوان فيها الجيران كاين الضو، كاين الماء دلونيب ما شاء الله.